هلو، اتمنى لكم يوم جميل. يا ترى ستاندر ولا ستوك؟ يعني ايه ستوك اصلا؟ نجاوب على السؤال ده تاني، مش عارفه للمره الكام تحديدا، بس هنجاوب عليه بشكل يفسر ليكي وللناس اللي موجوده سلفا ايه الفروق برضه. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. لو لسه اول مره تشرفونا، انا كريستال، بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرميه، تريكو، وحتى الكروشيه العادي. ايه الفرق ما بين الستاندر والستوك؟ الفروق مش ضخمة قوي، الفروق في النتيجة اكتر منها في شكل الخيط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خيط هيمالايا، ده هيمالايا انتي بيلينج اهو، وضد الوبر، وده خيط سوبر لانا وفي نسبة صوف حلوة قوي. لو حابين تشتروه اشتروه، لانه فعليا احلى خيط استخدمته في كل الحاجات اللي انا عملتها فعليا. ده اللي عملت بيه البلوفر ده وفعليا عايش لحد دلوقتي. ولكن التاني كان مش 25% صوف، كان 45% صوف، تحفة بجد وفعليا ما وبرش. وهتشوفوه طبعا في كارديجان الشتاء، لان هو نفس البلوفر بشكل ما، بس هقول لكم ازاي. المهم، خيط ميلانو ده خيط استوكات، وده برضو البكر الضخم ده يا بنات اللي سألني، هو بيتباع بالكيلو وموجود في محلات الكروشيه. لو امكن مش موجود اطلبوه وانا هوفره لكم على حسب الالوان الموجودة، لان انا في محافظات، انا مش في القاهره، انا مش عايشه في القاهره حاليا. طبعا الخيط زي ما انتم شايفين برضو ما فيهوش اي مشكله وشكله حلو قوي. ايه بقى الفرق ما بينهم وبين الستاندر؟ الفرق ما بينهم وبين الستاندر زي ما قلت لكم في الريلز السابق، انه احنا بنروح على الستاندر لما نكون عايزين نعمل حاجه وعايزين نطول فيها. يعني ايه؟ يعني انا هعمل مثلا بلوفر، ودلوقتي فات 3 سنين اهو على البلوفر ده، وديني بعيده كارديجان بشكل ما، هتشوفوه وهتشوفوا التفاصيل كلها وايه اللي عملته اصلا في البلوفر عشان يبقى جديد تاني. ولكن احتجت الخيط فطبعا لازم اروح للستاندر، لانه الستاندر مهما عدى عليا سنين انا هلاقي الخيط، هلاقي اللون، هلاقي التفاصيل، الماتيريال نفسها قد ايه صوف، قد ايه اكريليك، او قد ايه اكريليك تحديدا، وقد ايه بوليمر او كده، كل ده هلاقيه، قد ايه بوليميد عفوا هلاقيه. لكن الاستوكات صعب. يعني ده يقال عليه استوكات وكل حاجة، ولو ملاحظين مش هتلاقوا عليه تفاصيل ياما. ده استوكات وده استوكات وده استاندر. النتيجة كمان بتكون مختلفة جدا. انا عارفة انه الوقت ممكن يسرح مننا، بس هقولك على كل التفاصيل وان شاء الله تفهميني. الاستوكات هتلاقي فيه الحاجة، بس هتلاقيها لوقتها، يعني متوفرة حالا. هل معنى ذلك الاستوكات اقل من الستاندر؟ لا، هي مش اقل، هي بتطلع زي كوليكت كده، واي وقت بص تلاقيها اختفت. يعني مش هتلاقي الماتيريال، هتلاقي اللون فجأة كده ممكن تلاقيه مش موجود خالص في السوق، وفجأة ممكن تلاقيه متوفر جدا. فهي الفكرة في كده. كمان احنا بنروح للاستوكات لما نعوز نعمل حاجة مجنونة. زي ما قلت لكم قبل كده، انا عملت مثلا الشنطة دي زي ما انت شايفة تأثير الفرم، تمام؟ طبعا بيتعمل منها الشنط اللي انت شايفاها حاليا، وفي ناس كتير بتعملها قماش، ولكن انا حبيت احصل على المنظر ده بس كروشيه. فالشنطه دي اللي عملها لي تاثيرها كده هو الخيط ده، اوكي؟ فانا لو حبيت ادور اصلا في الستاندر مش هلاقي، ولذلك رحت على الاستوكات. طيب لو حبيت اشتغل بخيط ستوك، وانا طول عمري بشتغل بستاندر، ايه الفرق ما بينهم تحديدا؟ هقول لك حالا. دي مشروع كوفية لسه مكملش، تمام؟ وده خيط استاندر، الخيط اللي انت شايفاه حاليا ده، تمام؟ وده مشروع كوفية انا شغالة فيه، وخيط استوكات، تمام؟ 100% اكريليك، وهتلاقي اسمه ريو. الفرق ما بين الاتنين مش بس في الشكل او في اللون، لا كمان في الملمس. يعني دي ملمسها ناعم جدا 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 ورخو. دي تريكو، وانتوا عارفين قد ايه التريكو بيكون رخو، ولكن هي ملمسها خشن وهارد. دي رجالي دي حريمي. انا حبيت اعمل الفرق ده انا عملته مش بس في الشكل، كمان في استخدام الغرز نفسها، وقد ايه انه يكون الماتيريال رخو. يعني هنا استخدمت ابره رقم 8 كروشيه تونسي، على اساس انه النسيج يطلع طري قوي. الخيط زي ما انتم شايفين اهو رفيع جدا، فابره رقم 8 ده ضخم قوي على الخيط ده، لانه فعليا انت تقدري تستخدمي ابره رقم 5 لو تريكو مثلا. فانت متخيله قد ايه الخيط محتاج ابره رفيعه. انا استخدمت ابره ضخمه قوي، والغرزه العدله الثانيه اللي عملنا منها الايس كاب ده، استخدمت الخيط ده كان محتاج ابره ضخمه، فعملته بابره صغيره.
وعلى الاساس ده اداني النسيج المقفول قوي ده، مع ان دي تريكو ودي كروشيه، ولكن دي رخوه بكتير، كانها هي اللي تريكو وكان دي هي اللي كروشيه. انتي بتستخدمي الستاندر او الستوك على اساس انتي عايزه ايه، ولكن لو روحتي للستاندر، هو الستاندر بيكون اقل شويه في الماتيريال بتاعه، مش كتفاصيل شغل في النهايه، ولكن ممكن تلاقي فيه تقطيع، ممكن تلاقي فيه حاجات، مثلا الخيط مثلا بصوا تلاقوه كده يعني مش مبروم قوي كده، تلاقوه عامل زي الفتل كده. وطبعا انا وريتهولكم في ريلز سابق، ممكن تلاقي فيه اي عيوب ايا يكن، ولكن الستاندر مش هتلاقي فيه العيوب دي. كمان انت لو حبيتي تلجئي انك تعملي مشروع بعد فترة طويلة من الزمن، تحتاجي تستخدمي الستاندر مش الستوك. الستوك لازم تجيبي مشروعك، وطبعا مش هيتعاد حاجة بنفس الشكل او التفاصيل اللي انت كنت شغالة عليها، لا هيتعاد حاجة اقل مثلا. وبس، اتمنى اكون وصلت لك المعلومة، واتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو. اعملوا لايك وشير للفيديو علشان غيركم يستفيد. مع السلامة، باي.